السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه القصة يعني شغالي بعدها بتداول فيها، حدثت في إحدى الدول العربية. الزوج حكى لزوجته الشابة إنه بده يروح رحلة مع أصحابه في البحر، وجهز حاله وطلع أساس هو رايح اليوم عنده شمة هواء أو كشتة يروح البحر مع أصحابه. وهناك لما وصلوا عند الشط البحر وبدهم يركبوا السفن، زي ما تقول منعوهم لأسباب الرياح ومش رياح، ويعني خافوا عليهم يصير إشي. قالوهم أجلوا الرحلة يا شباب، كلهم شباب متزوجين وتاركين نسوانهم. فكل واحد رجع على بيته. هذا الزوج رجع على بيته على داره تقريبا يعني بالعشرة بالحداش الصبح، متأخر شوي للظهر، مع المفتاح فتح البيت وفات، ما في عنده حدا بالدار إلا زوجته. فتح وفات على الدار، صار يتلفخ يدور على زوجته وين موجودة، ولا يسمع صوت داخل غرفة النوم، صوت رجال وصوت زوجته. فأخينا بالله انجن جنونه، فتح الباب عليهم يلقوهم يعني بالجرم المشهود، وأخذ ينفعل ويضرب في الرجل هذا الغريب وما يعرفه، يعني قدر عليه وبطحه على الأرض وصار ماسك بخناقه. لكن زوجته شو عملت؟ زوجته راحت جابت سكينة ابن المطبخ، وزوجها فوق عشيقها وبلشت تطعن فيه تطعن فيه طعنات في ظهره، تمنها قتلته ومات. طيب هلا بدها تحل المشكلة، فشو بدها تعمل؟ كيف بدها تخفي الجرم المشهود؟ كيف تريد تخفي الجرم المشهود؟ شو يعملون بالجثة؟ بالنسبة للرجال الغريب، أخذ وعيه وهرب، وظلت الزوجة وزوجها القتيل. شو بدها تعمل؟ ما عارف شو تعمل. اتصلت فمها قالت لها يا أمي صار معي كيت كيت، أنا قتلت زوجي، تعالي ساعديني وخلصيني من جثته، شو أعمل شو أساوي؟ وتجيها أمها على السريع قالت لها يلا نظف الدار ونظف الدم ونظف مكان الجرم المشهود، والمغرب بالليل بنحطه في الزريبة اللي فيها الغنم، ما هي من خشب ومن سعف نخيل، وبنولع النار فيها وبنحرق وما حد بدري. فعلا أجا الليل وحطوه بهالزريبة وولعوا النار. الناس اتصلوا بالمطافي، اجوا المطافي بقت النار مخلصة وميكلة كل اشي، لكن شموا ريحة بالحريق انه في ريحة اشي مشوي. شو هذا الاشي اللي مشوي؟ شكوا في الامر، نبشوا بالحريق كويس، لكي رجل واحد ولكي رجله ولساقه تقريبا الرجل والساق مش محروقات. طبعا اخذوهم على الطب، على الطبيب الشرعي وعلى المحققين، يتحققوا من هاي الجثه لمين، بدهم يعرفوا. بس ما حدا يعني شك انه هذا زوجها، لانه اهل زوجها هي
قالت لهم انه راح على البحر، شمت هوا يعني، طلع برحلة. يعني هاي الجثة مش لابنهم. اما الطب الشرعي بدأ يتحقق من الامر واعطى المواصفات، انعرف انه هذا هو الشخص اللي محروق، هو زوج هاي المرأة. قالوا لأهله ابنكم رجله في عامل عملية بلاتين، قالوا نعم، وتحققوا كل التحقق وعرفوا انه هذا اللي محروق هو زوج البنت هاي. فأخذوا البنت وحققوا معاها في قسم الشرطة، وواجهوها بالحقائق واعترفت لهم بكل اللي حصل. قالت لهم زوجي كان عنده رحلة وراح، وأنا هذا الشخص تعرفت عليه على الماسنجر. قالوا لها بتعرف داره، بتعرف تلفونه؟ قالت لا أعرف عنه شيء إلا عن طريق النت. وبدأوا في عملية البحث، لغاية الآن بيبحثوا عنه. طبعا إما هي انسجنت وانحكمت، وإما انسجنت وانحكمت لأنها ساعدتها في قتل زوجها. وما زالت القصة شغالة، وبيبحثوا عن العشيق وين راح وين أجا، بتتبعوا أخباره عن طريق التلفونات عن طريق النت، وإن شاء الله إنهم بيمسكوه وبيحلوا المشكلة وبيحكموا عليه.